<applause> التقيت بفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال زيارة وداع بعد انتهاء مهامي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر. شرفني السيد الرئيس بهذا اللقاء. نقلت للسيد الرئيس تحيات الرئيس الايراني ابراهيم ريسي تطرقنا لتطوير مجالات التعاون بين ايران والجزائر اعربت للسيد الرئيس عن تشكراتي وامتناني للترحاب والتسهيلات التي لقيتها هنا بالجزائر خلال فتره تواجدي من قبل الشعب الجزائري ومن طرف المسؤولين. تواجدي بالجزائر لمده ثلاث سنوات ونصف بصفتي كسفير للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعد شرفا كبيرا بالنسبه لي. ساشتاق للجزائر وساحتفظ بذكريات جميله لهذا البلد الجميل.